بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف ازاي ننزل تطبيقات او العاب الاندرويد باسهل طريقه. تخش ندخل الموقع ده، تلاقي رابط الموقع تحت الفيديو. ممكن تخش من هنا او تكتب اللعبه او التطبيق في البحث هنا. ندخل مثلا على التطبيقات ونشوف اي تطبيق ننزله، مثلا زي ماسنجر. دخلنا على صفحة التطبيق، نضغط على داونلود اي بي كي، وبعدين نضغط على حفظ الملف. هنا في التنزيلات ممكن تنسخ رابط التنزيل من هنا وتنزل داونلود مانجر اسرع بالطريقة دي. نبدأ التنزيل، بعدين تلغي التنزيل من هنا لان نزلنا النزل بالداونلود مانجر. دي طريقة سهلة وبسيطة. اتمنى انكم تستفاد من الموضوع، وإلى حلقات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.